Good morning you guys. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوج جديد في قناتي على اليوتيوب معمر ملاح. كما راكم تشوفوا راني دوكا في الطوموبيل، راني رايح دوكا لبلاصه شابه بزاف. هذه البلاصه هي ثنية الحد، يعني الحاضرة الوطنية تاع ثنية الحد اللي جاية في ولاية تيسمسيلت. عندي بزاف ونحب نروح ليها وجامي رحت ليها، هذه اول مره راح نزورها. حبيت نروح ليها في الصيف، في الربيع، في الخريف، في الثلج، حبيت نروح ليها كاع الاوقات ودائما ما نروحش. هذه المره دي شديت نروح، راني رايح انا وخويا عبد العظيم وامين كيما الفلوق اللي فات. رانا رايحين تما نضربوا داره ونصور لكم النهار كيفاش راح يجوز، كيفاش راح نجوزوا النهار، ونصور لكم شويه مناظر وكاع تما. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش ديروا جيم. وهذا ما كان، تبعوا الفيديو حتى التالي. ايه فوالا يا جماعة الخير، وصلنا لللاك تاع ثنية الحد كما راكم تشوفوا. هاي وين اللاك؟ بون هي نورمال شغل، مشينا ودا 8 كيلو هكاك باش وصلنا هنا. ايوا بغيت نهضر على حاجة يعني قبل ما نبوجي، على البوليسيون، يعني على الزبل. شوفوا الزبل الغاد كيفاش راهو، يعني راهو في كل بلاصة. شغل كل ما تمشي شوية تصيب الزبل عند الشجر، تصيب الزبل في الغابة، تصيب. شغل هي ديما نهضروا على هذا السؤال هذا، بصح المهم بغيت نزيد نهضر عليها باسكو كرهنا. كرهت تروح لبلاصه شابه وتصيب فيها الزبل. دوكا راح نولوا نمشيو ثاني 8 كيلو واحده اخرى باش نولوا للطوموبيل، نروحوا للدار. دونك هذا مكان، هذا هو هنا مامو، هنا يخلص الفلوغ تاع اليوم. دونك ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون عجبكم شويه المناظر اللي صورتهم. وهذا مكان، تنساوش ديروا جيم الفيديو وتابوا تكومونتوا تحت تقولوا لي رايكم في الفيديو. هذا مكان، تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.